حاليا فقره السكين كير، الماسك قاعد ينشف، لازم اخليه على وجهي نص ساعه بعدها غسله. وجهي قاعد شي قايت يبس. المهم الماسك هذا وايد سمعت فيه، وايد امبيش كثر كنت مشتطه ان انا اجربه، فطلبته. المنتجات هي موجوده بالسعوديه وفي يعني توصيل حق كل دول الخليج. حابه ان انا افيدكم ويعني اخليكم تجربون هذه المنتجات، لان انا وايد اشتطيت عليها، وايد قريت تعليقات الناس اللي جربوا هذه المنتجات. والصراحه انا اهم شيء عندي ان انا اقرا تعليقات الناس وش كثر هم يانين على هذه المنتجات، وش كثر هم يعني مستفيدين منها 100%. اول شغله يعني هذا الشيء لازم تعرفونه، ان الماسك اللي حطيته بوجهي يعني كله منتجات طبيعية 100%. أنا أفضل إن المنتجات اللي أستخدمها كسكين كير أو مثلاً منتجات كسنفرة كريم جسم كلها تكون طبيعية، ما أحب المنتجات اللي فيها مواد وكذي، فأفضل إن الأشياء كلها تكون طبيعية. فعشان كذي جايبت لكم اليوم هذه المنتجات حق البنات اللي حابين يستفيدون منها. الشغلة لازم تعرفونها إن منتجات البحر الميت التجميلية من أكثر المنتجات اللي صعب تحصلونها، وايد نادرة في السعودية وبكل دول الخليج. شركة أسرار هي أول براند سعودي متخصصين بالمنتجات، مثل ما قلت لكم منتجات البحر الميت. طبعا عندهم تصريح من هيئة الدواء والغذاء، يعني كل شغلهم مضمون 100%. قبل ما اوريكم المنتجات اللي ما اخذتها، هذا الويب سايت مالهم وايد راح تحبونه وتستفيدون منه، لانه يوريكم كل منتج وشلون طريقة استخدامه وشنو مكوناته وشلون تستفيدون منه. يعني كل منتجاتهم في لها شرح، وفي هم مكتوب كل شيء يعني يخص المنتج من ناحية الفايدة، ان شلون انت راح تستفيدين من هذه المنتجات. مثل ما قلت لكم وايد عندهم اشياء في سكين كير، اشياء حق الجسم، في عروض هني، باكجات. الحين راح اوريكم كل شيء. خل نشوف الويب سايت. في كريمات وعناية بالجسم وعناية بالبشرة، يعني حتى اسعارهم وايد وايد حلوة تناسب الكل. هذا يعني أحس وايد أنا متشوقة إني أستخدمه، تقشير الجسم بخلاصة المشمش. للأسف ما أدري شلون نسيت إن أنا أطلبه. عندهم باكجات تقشير البشرة، هذا يجيكم باكج كامل حق التقشير. هذا الصابون بعد هم خذيته، وايد معروف عندهم. هذا طين البحر الميت للوجه مع الكولاجين، هذا اللي أنا حاطته بوجهي حالياً. هذا بعد طلبته، زبدة الجسم بخلاصة الشيا، معروفة يعني زبدة الشيا ايش كثر هي مفيدة حق كل يعني وايد استخدامات حق كل شيء. بنات فجأة حسيت لازم اقول لكم هالشيء، وايد يعني صدق الحين انا تأكدت وشيء مضمون 100% ان المنتجات طبيعية، لان قاعدة اشم صدق ريحة طين، و تعرفون اللي حس يعني شوي دش بحلجي تو الماسك، حسيت بملوحة شنو هو الصج يعني طين البحر الميت. فوايد منتجاتهم مضمونة 100%، وأكيد يعني كل شيء عندهم صج يعني ماخذينه من البحر الميت. هم عندهم منتجات حق البشرة العادية ومنتجات البشرة الحساسة. في شغلة لازم تعرفونها قبل ما تطلبون، طين العسل هذا حق البشرة الحساسة، أما طين الكولاجين حق البشرة العادية، علشان تفرقون وتأخذون الشيء اللي يناسبكم. هذا طين البحر الميت بالكولاجين، هذا حق البشرة العادية. تقدرون تشوفون صور المنتج، تشوفون مكوناته، شنو فوائده، شوفوا مقاومة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، بناء خلايا البشرة وتجديدها، يساعد على تأخير ظهور التجاعيد، يعطيها نضارة ونعومة طوال اليوم. كان مكتوب انه باستثناء البشرة الحساسة.
احلى شيء ان كل منتج فيه تحت كاتبين لكم شنو فوائده، يعني قبل ما تطلبون اي شيء وايد راح تستفيدون من الشرح اللي تحت. هذا العناية بالبشرة، عندهم تقشير، وريتكم الأشياء. في منتجات مميزة ويعني أكثر أشياء عليها طلب، طبعا هم مسوين باكيج حق اليوم الوطني السعودي، وفي أملاح البحر الميت، كريم حق العين، هذيلة صوابين الجلسترين. خندش على العناية بالجسم، شوفوا خنشوف في باكج، يعني وايد 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 باكجات عندهم ترى، وشوفوا يعني مسوين عليها عروض، يعني شوفوا الأسعار قبل وبعد. خنشوف سكرب أملاح البحر الميت، هذه صورة المنتج. سكرب زيوت طبيعية، زيت اللوز، زيت بذر العنب، زيت جوز الهند، فيتامين اي، وزبدة الشيا. يعني الأشياء المكونات الموجودة بالسكراب اوريدي معروفة، وكلنا ندري إيش كثر هي تفيد الجسم، فاستخدموها حق سكراب بس حق الجسم طبعا مو حق الوجه. وايد مدحوا صابونة المعادن، هذه هي خذيت لي واحدة، خل أوريكم شنو الفوائد مالتها. معادن البحر الميت يساعد على تنشيط الدورة الدموية والمحافظة على توازن ورطوبة البشرة، ينظف بعمق مزيل الشوائب، يناسب جميع أنواع البشرة. وايد أحب مثل ما قلت لكم أحب الأشياء الطبيعية، فخذيت لي هذه الصابونة. خذيت لي حمام زيت بالأرقان، طبعا مكتوب فيه كل المكونات وطريقة الاستخدام، شوفوا الله، زيت خروع، زيت أرقان، زيت اللوز، زيت جوز الهند، زبدة الشيا، زيت القمح، هذا كله يعني قاعد أتخيل أن أنا أحط ماسك هذا حمام زيت حطه بشعري بشوف شعري شنو يصير، لأن كل الأشياء اللي فيه وايد نار حق الشعر. هذيلة الماسكين، ملوت الويه، طين البحر الميت بالكولاجين حق البشرة العادية، وهم خذيت لي طين البحر الميت بالعسل، هذا حق البشرة الحساسة بس ينفع الكل يعني يستخدمه، بس انه يناسب البشرة الحساسة اكثر، فحبيت اني اخذهم اثنيناتهم. وانا اليوم جربة هذا، احس يعني متشوقة اجرب العسل. بنات اذا حسيتوا نفسكم انكم محتارين وما تدرون شنو الاشياء اللي تناسبكم، ما تدرون شنو تاخذون، تقدرون تسألونها واكيد راح تجاوبكم وراح تفيدكم، لان هي لها خبرة بكل هالمنتجات، راح تعرف شنو انت تحتاجين وشنو اللي يناسب بشرتك وصحتك طبعا، سواء كنتي عروس، توك والدة، حامل، كلميها وهي اكيد راح ترد عليك وتفيدك بكل شيء تحتاجينه.